السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كويزين نجاة كورة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معاكم من ألذ الوصفات اللي كتعجبكم من عندي، اللي هي البريوش، واللي أنا معروفة بها بزاف. اليوم غنقدم لكم واحد البريوش مالح. غادي نقدم لكم بريوش مالح معمر بواحد الطريقة زوينة، كنخدمو كطلبيات. والأساس عندي هنايا هو أنني بغى نوريكم واحد العجين، كيفاش تقدروا تعجنوا عجينه ديال البريوش كتجي رطبه وبحال البونج، وفي نفس الوقت يعني اقتصاديه، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش لكنتو جداد شاركوا في القناه وخليوا لي تعليق اسفل الفيديو. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو المكونات البسيطه واللي غتلقاوها اسفل الفيديو. اول حاجه غادي نستعملوا في هذه الوصفه، وكما كنقول لكم ديما، عبروا بنفس الكاس، الكاس اللي عندكم عبروا به جميع المكونات، غير ما تبدلوش. استعملت هنايا واحد الكاس ديال جوج كيسان ديال الماء ديال الروبيني. هذه اول نصيحه نقدر نعطيكم، الماء ديال الروبيني باش هكا تيجيكم العجين ديالكم مطاطي وتيجي زوين. الماء عمريه من الروبيني نيشان وعجني به صافي. من بعد غادي نستعملو هنا واحد نص كاس ديال الزيت مخلطة. انا هنا خلطت الصراحة لان زيت العود غالية فخلطتها، هي يعني يستحسن انها تكون زيت العود، ولكن انا هنا خلطتها. ولكن ملي غادي ديرو داك نص كاس غادي تخويو النص ديالو والنص ديالو غادي تحتفظو به. مثلا يعني درت الربع ديال داك نص كاس والربع غادي نحتفظ به بغيتو في الاخر. هنا غادي نستعملو ما يعادل 20 غرام ديال الخميرة حبوب. هانتوما بالنسبة الى كنا غنخدمو بنص كيلو ديال الطحين كنديرو 20 غرام ديال الخميرة حبيبات، و الى كنا غادي نخدمو بكيلو كنديرو 40 غرام. هنا غادي نستعمل السكر وغادي نستعمل الملح، لان تقدرو تخدمو بها مالحة وحلوة. درت زوج معالق ديال السنيدة، وهنا باش غادي يجينا واحد البريوش اللي خطير 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 بزاف، كاس ديال الفينو. نعم ديروا كاس ديال الفينو غيجيكم بريوش ديالكم من داك الشيء الرفيع. ضفت واحد شويه ديال الملحه، وهنا غادي ندير الفورص. كما كتشوفوا درت الكاس الاول، هنا غنحتاجوا تقريبا 3 ولا 4 ديال الكيسان ديال الفورص. كما قلت لكم عافاكم عبروا بنفس الكاس اللي نتوما عبرتوا به المكونات كامله باش تجيكم المكونات مضبوطه. هنا درت جوج ديال الكيسان، غادي نزيد ان شاء الله الكاس الثالث وغادي نجمع العجينه ديالي. هذاك الفينو ما تخيلوش كيفاش كيرد لكم البريوش. وليت كنعجن ديما فاش نبغي نعجن البريوش كطلبيه كنزيد فيه واحد شويه ديال الفينو، كيعطيه واحد الهشاشه وواحد اللون تيجي فيه لداخل، راه رائع، شي حاجه اللي زوينه. زدت هنايا الكاس الثالث وغادي نجمع مزيان، وغنعاود نزيد عاود الكاس الرابع. هنا حاولوا تجمعوا العجينه ديالكم مزيان. باش زوين هذا البريوش هو انه ما تيحتاجش انكم تدلكوه، صافي كتجمعوه. هنا درت ربعه الكيسان ديال الفورص، غادي نجمعو وغادي نخليه حتى غادي يخمر. ولكن قبل ما غادي نخليه يخمر غادي تشوفوا اشنو غادي نضيف ليه. شوفوا اللون ديال العجينه كيفاش كيكون. هذاك الربع كاس اللي خليت ديال الزيت غادي نزيدو في الاخر. ديما البريوش ديالكم ولا البطبوط ولا اي حاجه ولا الخبز ديال العجينه ديال الدار دهنوه بهذا، دهنوه بشويه الزيت في الاخر، بالاخص البريوش راه كتعطيه واحد الطراوه، راه كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله وغادي تشوفوا البريوش ديالنا كيفاش جا. المهم هنا كما شفتوا كندخل فيه ديك الزيت مزيان. كما قلت لكم تقدروا ديروا زيت العود بوحدها، ولكن انا هنايا خلطتها، درت زيت العود ودرت وعوض الزيت تقدروا ديروا الزبده. اييه حتى الزبده راه تجي واعره، الزبده خلاص كتجي حسن من الزيت وحسن. انا اللي متوفر عندي كنستعمله، توفر عندي الزبده كنستعملها، توفر عندي الزيت كنستعملها. هنا راني خليتها تقريبا واحد نصف ساعه، وغادي نهز العجينه ديالي ضعفات ليا وهزيتها صافي. كما كتشوفوا تجي، انا ما دلكتها ما والو، وشوفوا ما شاء الله كيفاش ولات. هنا غادي ناخذ العجينه ديالي لانني غادي نخدمها بحال الشكل ديال الشنيك صافي، شناك بلا عجين مورق بلا والو. وراه تقدروا تخدموا به اي نوع ديال الفطائر ولا ديال البريوش اللي غادي ان شاء الله غادي نوريهم لكم على الحلقات الجايه. راني موجده لكم فيديوهات زوينين، جميع الانواع ديال البريوش مالحه حلوه بحشوات مختلفه ان شاء الله اللي غادي تفيدكم وكتخدموهم كطلبيات للزبائن ديالكم.
فكما كتشوفوا انا خدمت هنا بهذه الكميه ديال العجين باش نوريكم شحال غتخرج ليا ديال تقريبا اكثر من 30 ديال البريوش اللي غتخرج ليا. يعني غادي نخدم السيده الكوموند ديالها وغيصيط ليا انايا الخير والخمير. فغادي نبسط مزيان هاد العجينه ديالي بالمدلك كما كان عندي، ماشي ضروري هاد المدلك هذا. هذا انا مع تنخدم بزاف لي بتي بان وشناك وهذا تنحتاجو لانه زوين، ولكن تقدروا تخدموا غير بمدلك عادي. كنرش الدقيق ديالي الفورص وكنحاول ان نبسط ديك العجينه اللي كتجي رطبه، ما شاء الله رطبه، وشوفوا حتى اللون غادي نحاول نبسطها مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه تكون فيها تقريبا واحد 2 مليمتر تقريبا، المهم تبقى واحد شويه غليظه، ما تترققوهاش بزاف باش ما تعذبوش معاها ملي تكونوا تتطويوها. ويستحسن ان العجينه ما تطلقوهاش بزاف، يعني ما تجيش جاريه بزاف، العجينه تجي شاده شويه في راسها باش تجيكم مزيان. يعني حتى لا عبرتو وعجنتو وجاتكم مطلوقه حاولوا انكم تزيدوا الفورص. هنا من بعد غادي ندهنها بشويه ديال زيت العود. الدور ديال زيت العود هنا هي انها كتزيد لي ديك الهشاشه ديال فاش غادي يطيبوا لي هاد البريوش هادو، غيجيو هشاش بزاف من الداخل، نتوما غادي تشوفوا كلشي. باش ممكن تعوضوها تقدروا تعوضوها بالزبده، حتى الزبده راه كتعطيهم واحد الرطوبيه زوينه للبريوش. تقدروا ديروا غير زبده ديال البواطه ولا زبده مارغارين خلطوها مع الزيت وديروها. هنا انا درت شويه ديال زيت العود صافي وتندهن به هاد البريوش ان شاء الله. انا اصلا كتعجبني النسمه ديال زيت العود بالاخص بهاد الحشوه اللي غندير، لانني غادي ندير معاهم شويه ديال الزعتر وغادي ندير شويه ديال زيت العود الزعتر شويه ديال الزيتون، والزيتون كيتواتى مع زيت العود وكيتواتى مع الزعتر، هادشي علاش. فهنا درت شويه ديال الزيتون كحل، تقدروا ديروا سوا زيتون كحل ولا زيتون عادي، اي نوع ديال الزيتون بغيتوا ديروا تقدروا تستعملوه هنايا. من بعد غادي نضيف شويه ديال الزعتر، اكيد اللي غادي يكون منقي حاولوا انكم تحيدوا فيه دوك العويدات اللي تيكونوا كبار وحاولوا انكم ترشوه. شوفوا هو هذا كما شفتوا، من بعد ما نقيته مزيان وحاولت انني نحيد فيه دوك الشوائب اللي تيكونوا كبار شويه. من بعد هنايا من هاد الزعتر هذا غادي ندير الفرماج. انا اختاريت انني ندير فرماج شيدر، تقدروا نتوما ديروا اي نوع ديال الفرماج متوفر عندكم في الدار، سواء موتزاريلا. موتزاريلا غادي تجي، ما بغيتش ندير الموتزاريلا الصراحه لانني ما بغيتش البريوش ديالي يجيني معلق، لا بغيت داك الفرماج يجي باين. هادشي باش درت انا هاد الفرماج هذا، هاد النوع هذا ديال الفرماج. صافي بهاد الفرماج هذا غادي نكون ساليت الحشوه، الله يجعل البركه، وغادي نكمل البريوش ديالي في الخدمه. نحاول نوزع الفرماج للبريوش كامل، من بعد كناخذو تنجمعو بحال الشكل ديال الشنيك هكا. هادشي باش قلت لكم انايا ما ترققوش باش ما يعذبكمش، انا هنا غير ما رققتوش وراه جا صعيب شويه في الجميع. يعني اللي ما عارفش انا ما عنديش مشكل، انا مولفه، ولكن الناس اللي يلاه بادئين ولا غادي يجيكم صعيب شويه في الجميع. حاولوا انكم تجبدوا وتجمعوا باش هكا ما يجيكمش مدقص ولا شي حاجه. ولكن الا استعملتي هاد المقادير وهادو العجين اللي وريتك، فراه ان شاء الله ما تخافي والو، راه تقدري تخدمي بهم اي حاجه. ونفس العجينه انا راه كنخدم بها بزاف د الحوايج، الا بغيتوهم اكيد راه غادي نشاركهم معكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. فهنا كنحاول انني نجمع العجينه ديالي كما ولفتو مني. انا راه تنبغي نهضر، تنبغي نشرح مزيان، تنبغي نزقل حتى شي حاجه باش كلشي يستافد. انا خدامه وتندوي باش ان شاء الله كلشي تفهموه وكلشي يدخل لكم الراس، هذا الشيء اللي كيعجبكم في الفيديوهات ديال نجات. فهنا من بعد ما جمعتها صافي غادي نقسمها على جوج، لانها غادي تغلبني هكا في التقطاع، غنقسمها على جوج. شوفوا كيفاش كيجي الديكور ديالها من الداخل، كتجي هكا باين في هذيك الحشوه اللي درت ليها. صافي هنا غادي نبدا نقطع ان شاء الله ونحط في الطاوات اللي غادي يكونوا مفرشين ان شاء الله بورق الزبده، ولا تقدروا غدهنوهم لما عندكمش ورق الزبده، ماشي ضروري، دهنوهم بشويه الزيت وديروا البريوش ديالكم. كنحاولوا انا نقطعوا البريوش بهادشي اللي قلت لكم يكون شاد شويه في راسو، انا هنا راه خليته شويه مطلق، تقدروا نتوما ديروا شاد في راسو باش تحكموا فيه، وفي كلتا الاحوال غيجيكم رائع ما تخافوش. فهنا غادي نبدا نقطع وتنقاد بيديا وتنحط حتى لبنت ليا شي بلاصه مثلا فيها الزيتون كتير وبلاصه اخرى ما فيها الزيتون كتير، نقدر نزيد البلاصه الاخرى. وحنا غاديين بحال هكا،
غادي نقطع البريوش ديالي بنفس الطريقة كامل إن شاء الله، وغادي نستفو في الطاوات. راه تقدروا ديروا هذا الشكل هذا في البريوش، وتقدروا ديروا كذلك شكل آخر، يعني عوض ما تحلوه هكا وديروه دائري، راه تقدروا أنكم تبسطوه بشوية ديال المدلك وتحطوه، فغادي يجيكم حتى الشكل ديالو حتى هكاك غادي يجيكم الصراحة زوين. غادي نكمل ان شاء الله تستاف ديال البريوش في الطاوة، وغادي نتلاقاو باش غادي ندهنوه. غادي نقول لكم باش غادي ندهنوه، ماشي شي حاجة اللي صعيبة، غير واحد المكون اللي يمكن لكم انكم تزيدوه البيض، حيت غادي ندهنوه ان شاء الله بالبيض. المكون اللي تقدروا انكم تزيدوه اللي كيساعد باش يجيكم داك اللون الذهبي في البريوش ديالكم ولا البتيبان ولا اي حاجة، اللي هو إذا كانت الحاجة مالحة تزيدوا شوية الملحة، وإذا كانت الحاجة حلوة كتزيدوا شوية ديال السكر مع البيضة وشوية ديال الماء. أنا هنا استعملت بيضة ودرت معاها واحد ربع كاس ديال الماء، ودرت معاها شوية ديال الملحة، لأن عندي البريوش هنا غادي نخدمته بشكل مالح. وكنخلط كل شيء مزيان بفرشاطة، مزيان 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 مزيان، كندهن كما شفتوا. غادي نخلي البريوش ديالي واحد نص ساعة أخرى، خليناه نص ساعة باش يخمر، وغادي نخليه نص ساعة أخرى باش يخمر في الطاوة. وغادي نشعلو الفران ديالنا لدرجة الحرارة 180 درجة. ملي كيسخن مزيان مزيان كندخلو البريوش ديالنا 10 دقايق كيوجد، ما كاملاش كاع 10 دقايق، 9 و 8 هكا تيطيب لكم البريوش. كتخرجوه كدهنوه إلا بغيتو بطبيعة الحال بشوية الزيت باش كيجي داك اللمعان ديالو، لا ما بغيتوش كتخليوه هكا راه كيجي غزال في الاخر الفيديو، راه غتشوفوا النتيجة هنا كما كتشوفوا. جا البريوش ديالنا كيحمق، راه ما كرهتكمش انكم كنتو حدايا ولكن ديال مولاتو. غادي نستفو ليها في الطبيصيل كما بغاتو، وغادي نحاول انني ندير دوك اللي باين فيهم داك الزيتون وهذا، نحاول نقاد كنخليهم باش نزوق بهم الطبصيل من الفوق، حيت ملي كنبداو نقطعوا البريوش راه كيكون شي فيه الزيتون، شي فيه غير شويه، شي فيه بزاف، فانا كنحاول نقاد ونستفو باش يجي زوين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى انه يكون فادكم. لاي سؤال عفاكم خليه لي اسفل الفيديو، ما تبخلوش عليا بالبارطاج الفيديو باش ان شاء الله القناه، راك عرفتم يلا رجعنا القناه ان شاء الله تسترجع للحيويه ديالها والنشاط ديالها ان شاء الله، بكم اكيد بكم غادي ترجع للنشاط والحيويه. اي سؤال بغيتو خليه لي اسفل الفيديو. النتيجه ديال البريوش هانتوما كتشوفوها رائعه واكثر من رائعه. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.